صباح الخير من جديد. بنحب دائما هيك نشجعكم لتبدوا نهاركم بالرياضه. معنا جولد جيم وايضا كوتش ناصر. صباح الخير. صباح الورد. شو محضرنا اليوم؟ اليوم تمارين راح تكون بالخصوص للناس اللي موجوده دائما بالبيت. راح نبلش بخطه جديده نعملهم بلان كل شهرين لنوصل لتارجت معين. حلو. فنبلش من البيسكس ونطلع شوي شوي. فاليوم كلها تمارين بسيطه راح نستهدف الناس اللي هلا قاعدين يشوفونا. ممتاز. وهو المطلوب. تفضل كوتش. شكرا لك. طبعا انا يعني بشرفني دائما بطلع باسمي لي 6 سنوات على قناه رؤيا باسمي وباسم رؤيا. والان بشرفني اني اقدم كمان الجيم اللي هو بيحتضني اللي هو جولد جيم. ولاول مره بنحكي عن الاسم المكان اللي هو احنا دائما بندرب فيه. فاليوم معي كابتن محمد شحاده برضه من قسم البي تي والبيرسونال تريننج بجيم المختلط. طبعا انتم عارفين ما شاء الله جولد جيم اسم عالمي من زمان، من بلش بأمريكا بكاليفورنيا بأول فرع له، بعدين انتشر بكل العالم وحائز على أفضل وأجمل جيم في العالم في خلال السنتين الماضيين. هو أصلاً له 2 تقريباً، وكمان في جائزة الليفينج اللي أخذوها كمان برضو السنة الماضية. فإن شاء الله بتتمنوا يعني بنتمنى أنكم تزورونا بالجيم بأي وقت بدكم إياه. اليوم أنا وكابتن محمد ناويين نعطيكم تمارين بيسكس تبلشوا فيها. راح نستقصد الناس اللي زي ما حكينا أنتوا اللي بتشوفونا، تمارين كتير بسيطة تبلشوا فيها الرياضة، لأنكم أصلا يعني الأغلبية منكم ما بتحركوا وما بتمرنوا. فكابتن محمد راح يحكي لنا بالضبط شو الفكرة راح نبلش فيها. أساس نبلش بتماريننا. يس. صباح الخير مشاهدينا. راح نبلش اليوم نحكي عن وركاوت لكل جسم الإنسان. راح نعمل فول بودي تريننج. في البداية راح نعمل تحماية كوتش ناصر، نعمل شوية وورم أب، نعمل سبرينت سريع في مكاننا. راح نعمل سبرينت من 20 إلى 30 ثانية، نكررها من 4 إلى 5 مرات. أوكي. أوكي ستوب. راح أوكي ستوب كوتش ناصر. التمرين الأول اللي راح نبلش اللي هو تمرين سكوات كوتش ناصر. تمرين سكوات بالعربي اللي هو اسمه تمرين القرفصاء. طبعا تمرين السكوات هو بشغل وحدات عضلية كثير كبيرة بجسم الإنسان. لما لازم نشتغل تمرين السكوات لازم نكون عاملين سكويز للسكابولا امباك لورا، لوحين الكتف طابقين على بعض من ورا، وبنفس الوقت لازم نعمل الركبة والجوينت مفاصل الركبة ما تتعدى التويز للرجلين. بنفس الوقت ننزل تحت ونطلع، واحنا نازلين لازم ناخذ نفس نسحب من منخارنا، واحنا طالعين نطلع نفس من تمنا قد ما نقدر. لازم تكون الحركة جدا مناسبة وفيها فلكسبيليتي كثير عالية. 100% كوتش ناصر. اوكي، نقدر نكرر التمرين من 4 إلى 5 جولات، نعمل 15 ريبيتيشن. اكيد. طبعا هذا من ضمن التمارين الأساسية طبعا اللي هي بتحفز الجروث هرمون طبعا بالجسم كبداية، عشان هيك كوتش بلش فيها. التمارين الثانية راح تكون برضه باستخدام وزن الجسم، ممكن تكون بوش أبس بعد تمرين رجلين. أعطيكم تمرين الأبر بادي الجزء الأعلى من الجسم. ممكن كابتن ممكن نبلش تمرين بوش أب على الركب، ما في مشكلة. اوكي جود. هون بنخلي الحوض مرفوع، الإيدين أوسع من مساحة الشولدرز بشوي، بننزل بالتشست زي ما احنا شايفين هون، بيطلع شوي شوي. نعمل دروب تقريبا ليوصل التشست عند مستوى الكوعين، نظرنا طبعا لتحت، جسم كامل مستقيم، ننزل مع بعضه سواء من عند الكتاف او من عند الحوض. راح نحس بعضلات التشست والكتاف وطبعا الترايسبس زي ما احنا شايفين اللي هي بنسميها البوشنج ماسلز. تمام؟ جريت جود. هلا سويتش، ممكن تنام على ظهرك كوتش. من تمرين اللور بادي للأبر بادي هلا راح نروح لعضلات الكور. ممكن نشتغل على الكرانشز، تمرين لعضلات البطن. هون ايدينا راح تكون جنب راسنا، راح نعمل سكويز ما بين منطقتين اللي هما الريبس طبعا الاضلاع والحوض على اساس تشتغل عضلات البطن. طبعا هاي المنطقه كثير مهمه عشان تقينا من الاصابات. لازم نعمل سبورت دائما لاسفل الظهر عن طريق عضلات البطن اللي هي العضلات المقابلة. وزي ما حكى كوتش محمد بنفس التكرارات اللي راح نشتغل فيها قد ما نقدر نعمل سكويز عشان يكون في انقباض كامل. من نفس الوضعية هلا بنريح شوي، ايدينا على الارض كويس. راح نعمل كمان تمرين اسمه بريدج. هذا التمرين بشغل العضلات الخلفية من الرجلين،
رجلين على الارض ثابتين، الكعاب ثابتين، ركبه زاويه 90. الان ببلش ادفش الحوض لفوق لاوصل للماكس زي ما انتم شايفين هون، بوصل جسم تقريبا لخط مستقيم ما بين الركبه والحوض والكتف، بحيث اني اشعر بعضلات الهامسترينج اللي هي الفخذ الخلفي والحوض، وكمان راح تساعد فيها اللور باك. ريت دائما احنا زي ما حكينا نشتغل على العضلات الرئيسيه والعضلات المقابله لها. هذول التمارين كفيل بانهم يكون من اي مشاكل او اي اصابات. احنا بالعاده بنحكي النصائح هاي للناس اللي ما بيتحركوا ابدا، لانه بشكل عام بفكروا انه حركتهم بشغلهم او بالمكاتب او حتى ستات البيوت انه حركتهم جوا المطبخ بفكروها رياضه. طبعا هي غير كافيه انها تكون رياضه. ف تمام كابتن، ستاند اب. هلا هي غير كافيه انها تكون رياضه لانها حركه بالمكان، فممكن لا سمح الله اذا كان في ضعف في منطقه الكور واجت الست بدها تحمل شيء تحطه فوق مثلا على الخزانه ممكن يعملها الم، فبالتالي لازم ننتقل من هاي المرحله لمرحله ثانيه. ممكن تيجوا تشرفونا بالجيم كمان. اهلا وسهلا. في عندنا قسمين، احنا قسم مختلط قسم السيدات، وال 19 شهر بنحب نذكركم فيه عشان عيد الام، عاملين يوم خرافي وفي اوفرات كثيره وفي مسابقات وفي جوائز، فالكل طبعا اكيد بشرفنا. هلا بالنسبه لهي التمارين هي البيسكس، اذا بتحبوا مثلا تعملوها على 15 تكرار كل تمرين، لو فرضنا تعملوا التمرين الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، بعدين ترجعوا تعيدوهم كمان مره على جولتين او ثلاث جولات، بنكون شغلنا اغلب عضلات الجسم فيهم، فبالتالي البرنينج ممكن يوصل ما بين ال 200 كالوريز وال 300 كالوريز كبدايه ممتاز. رايت؟ يس. تمام؟ اكيد طبعا. تحب تضيف شيء كابتن؟ تمام؟ طبعا كابتن محمد شحادي هو من مدربين الفي تي بالجيم تبعنا، ف يعني احنا صراحه نتمنى انه نستقبلكم. طبعا في بالجيم الاوفرات اللي راح تكون على البي تي، الباكيجات تبعت البرايفت اللي هي التدريب الخاص، سواء كان بشكل شخصي او بشكل جماعي، حتى في عندنا جروب بي تي، اذا في مجموعه من الاشخاص بحبوا يتمرنوا مع بعض برضه بيجوا مع بعض وبسجلوا مع بعض بسعر ارخص وبفعاليه اكثر، لانه بكون في زي نوع من التشجيع لما يكون اصدقاء مع بعض. تمام، نعمل ستريتش بسيط، رجلين تحت الحوض، ركب مستقيمه، بننزل شوي شوي لتحت، راح نحس في مط هلا على عضلات الفخذ الخلفي شوي شوي، جد قد ما نقدر بنحاول ننزل بجسمنا لتحت. ممكن نعمل الكوادز اللي هي الفخذ الامامي، جود سويتش. طبعا هلا الخطه اللي بنحكي فيها انا والكوتش اللي هي راح تكون كل شهرين في عندنا هدف نوصل له. اول هدف حطيناه انه يكون ويت لوس اللي هو تنزيل وزن، فاغلب تماريننا راح تكون مصممه انها تكون لتنزيل وزن. ستريتش العضلات التشست هذا بنستخدمه طبعا بعد ما نعمل تمرين البوش اب. جود رول، ايدينا لتحت، بنحط كوعنا على ركبنا، نعمل ريليس للور باك، ريلاكس. جود رول لاكتافنا، روتيت ريليس. اليوم نكتفي طبعا بالتمارين هاي اللي حكينا عنها، سبرنت سكوات بوش اب كرانش والبريدج، هدول الفايف اكسرسايز. yes. بلشوا فيهم، ان شاء الله بتشوفونا بتمرين ثاني مختلف بليفل شوي على، لحيث انه نوصلكم للويت لوس او للشيبنج اللي انتم راح تكونوا راضيين عنكم فيه. فان شاء الله بنشوفكم بحلقات ثانيه. يعطيك العافيه كابتن، يعطيك العافيه، ونكمل باقي فقرات دنيا يا دنيا. يعطيكم الف عافيه.